يعني رابع محاضرة، تمام؟ تبقى أن وراها المحاضرة الخامسة اللي مقسمة ثلاث أجزاء. هسا هاي المحاضرة الرابعة اللي يتكلم بها عن الجلايكوسايدز. الجلايكوسايدز هي شنو؟ الجلايكوسايدز، الجلايكوسايدز هي عبارة عن مركبات، تمام؟ مركبات، واحد من مكوناتها هو سكر، تمام؟ ممكن سكر يرتبط بغير مركب ينطينا جلايكوسايدز، ممكن سكر يرتبط بسكر أيضا ينطينا جلايكوسايدز، تمام؟ فالجلايكوسايدز هي أي مركب سكري يرتبط ويا مركب آخر ينطينا المركب الناتج، مثل هسه مثلا هذا نسميه جلايكوسايد، تمام؟ نسميه جلايكوسايد. هذا سكر، هذا مثلا جلوكو بايرانوز ارتبط ويا الميثانول انطانا هذا المركب اللي اسمه مثل الفا دي جلايكو جلو جلوكو بايرانوزايد. هذا المركب كلنا نسميه جلايكوسايد، تمام؟ الجلايكوسايدز هي المركبات الناتجة من ارتباط سكر مع مركب آخر أو سكر مع سكر أيضا، يعني ممكن سكر ويا سكر مثل هذا الناتج أيضا نسميه جلايكوسايد، تمام؟ هذا الجلايكوسايد. اكو مصطلح اخر يسموه الجلايكوسيديك بوند. الجلايكوسيديك بوند هي الاصره الجلايكوسايديه، معناها الاصره الجلايكوسايديه هي الاصره اللي تربط بين هاي المركبين، تمام؟ اللي لازم شرط انه واحد من هاي المركبين هو سكر، تمام؟ مثل هسه هذا، هسه هذا عندنا هنا جلوكوبيرانوز، مو صحيح، هذا جلوكوبيرانوز ارتبط ويا الميثانول، شنو انطانا؟ انطانا هذا المركب. هذا المركب تشوفون هاي الآثرة اللي مشر عليها بالأحمر، هذه الآثرة يسموها جلايكوسيديك بوند، تمام؟ جلايكوسيديك بوند، هذه هي الآثرة اللي الجلايكوسايدية، تمام؟ هذه الجلايكوسيديك بوند. طبعا هذه تشوفون هذه الأو هنا، هذه الأو هنا ممكن تيجي يعني ممكن أو، ممكن إن، ممكن إس وغيرها. يعني هنا من تيجي أو نخلي قدام الاسم هذا نقول عنه أو جلايكوسيديك بوند، هنا هذا المركب يصير او جلايكوسيديك بوند. اذا جت تي ان شنو نقول عنه؟ مثل هذا مثلا هسه هيك نقول عنه هذا، هي هذا ان جلايكوسيديك بوند، تمام؟ او اذا جت تي اس نقول عنه اس جلايكوسيديك بوند، تمام؟ فهذه الاكسجين مو ثابته، يعني ممكن تجي نيتروجين، ممكن كبريت، ف ان او اس حسب اللي تجي نقول عنها. راح تفيدنا هاي بالتسميه، هسه نعرف شلون. هسه هذا يعني هذا السلايد، هذا هسه مثال توضيح، هم راح نرجع عليه شوي انه بس هسه هذا كمثال هو يوضح لنا انه شلون هو شنو الجلايكوسيديك او شنو الجلايكوسايدز. عفوا، الجلايكوسايدز هي المركبات الناتجه من ارتباط سكر مع مركب اخر او سكر مع سكر، تمام؟ سكر مع سكر او سكر مع مركب اخر ينطينا جلايكوسايد. الجلايكوسيديك بوند هي الاثره، البوند هي الاثره اللي تربط هاي المركبين، تمام؟ هاي الاثره اللي تربط هاي المركبين يسموها جلايكوسيديك بوند. زين، الجلايكوسايد هنا هذا نفس طبعا نفس الكلام عايده هنا موجود هنا، هذا نفس الكلام العايده فوق هنا دا يوضح شلون راح يصير الارتباط وشلون راح يعني ننطي تسميه. طبعا هاي التسميه اكو تسميه ثانيه، احنا راح نعتمد الثانيه وهو حتى معتمد الثانيه. هاي التسميه يعني منطيها يعني بالبدايه بس منطيها بس على هذا على هذا المركب، احنا راح نعتمد تسمية ثانية بس نفسر هاي شلون صارت، تمام؟ هنا عندنا هاي مركبين الفا، هذا الفا دي جلوكوز، وهنا ايضا الفا دي جلوكوز، تمام؟ الفا دي بالفا دي راح يرتبطون بالارتباط. طبعا سحب جزيئة ماء، نسحب جزيئة ماء راح يرتبطون سوية. زين، من يرتبطون سوية راح تنشأ بيناتهم هاي الآثرة الجلايكوسيديك بوند، تمام؟ هذه الآثرة راح تنشأ بين المركبين، وهذه قلنا الذرة اللي بنص الآثرة ممكن تيجي او، ممكن ان، ممكن اس حسب، تمام؟ هنا الآثرة اللي راح تتكون، الآثرة اللي راح تتكون راح تتكون بين يعني بين المركب الأول والثاني من أحد المركبات، راح ترتبط الآثرة ب عن طريق الانوميريك هيدروكسيل. شنو هي الانوميريك هيدروكسيل؟ عندنا هذا المركب هسه، احنا هذا الفا دي جلوكوز، مو صحيح؟ احنا عندنا بهاي المركبات احنا عندنا يعني هسه نشوف هنا هواي موجوده او اتش، تمام؟ هسه هذه او اتش، هذه او اتش، هذه او اتش، بس هذه كلها يسموها
الكحوليك هيدروكسيل جروب، تمام. الكحوليك هيدروكسيل جروب يعني يعني مجاميع هيدروكسيليه هاي يعني كحوليه، تمام. هذه الثلاثه، هذه الثلاثه اللي حددنا عليها، هذه ثلاثتها اذا تغيرت، اذا واحده من فوق نزلت جوا او واحده من جوا صعدت فوق، راح يعطينا مركب ثاني، لكن راح يبقى الفا، تمام. راح يبقى الفا بحيث هسه هذا تشوفون هنا مكتوب هذا الفا، صحيح، هذا مركب الفا. احنا هاي الالفا على يا اساس اعتمدنا وقلنا هذا الفا؟ اعتمدنا على هذه الاو اتش، هذه بالوردي، تمام. هذه الاو اتش يسموها الانوميريك هيدروكسيل. ليش يسموها انوميريك هيدروكسيل؟ احنا عندنا اخذنا بالكربوهيدرات بالبدايه، اخذنا انه اخذنا اشياء اسمها انانشومر، دايستومر، وايبيمر، وانومر. الانومر شنو هو؟ الانومر معناها سكر، مثل هذا مثلا سكر حلقي. تتغير هذه الاو اتش، هذه بالوردي، اذا جوا راح يكون الفا، اذا فوق بيتا، تمام. فيجينا مركب لازم تغير بس هاي يعني اقصد، فاذا يجينا مركب مثلا هسه هذا اسمه الفا دي جلوكوز، اذا هاي الاو اتش هذه بالوردي تغيرت وصارت فوق، شنو راح يصير اسمه؟ راح يصير بيتا دي جلوكوز، تمام. دي جلوكوز نفسه ثابت دي جلوكوز، ما تغير، تغيرت بس هاي الاو. هنا راح يصير يعني راح يتحول من الفا الى بيتا. هاي المركبين الفا دي جلوكوز وبيتا دي جلوكوز نسميها انومرز، تمام، نسميها انومرز. ولذلك هذه اسمها انوميريك هيدروكسيل، لانه هي اللي راح تسوي الانومر، تمام. هي المسؤوله عن تكوين الانومرز، تمام. هذه الاو اتش طبعا يعني هي هاي الاو اتش من نرجع الى شكل فيشر، هي ما راح نلقاها موجوده، تمام، مو موجوده بشكل فيشر، موجوده يعني موجوده بس بهذا الشكل، شكل هاورث. راح تتكون نتيجه انه يعني مثل ما نعرف نحول من شكل فيشر الى شكل هاورث، راح وحده من الاو اتش تهاجم، يا اما الخامسه يا اما الرابعه، هاي بالالدوز او بالكيتوز، يا اما الخامسه يا اما السادسه، هي هذه اللي تهاجم. راح تهاجم الآسرة المزدوجة، من الآسرة المزدوجة عندنا سي دبل بوند او، هذه الاو راح ترتبط بها اتش، راح تكون او اتش، هي هاي الاو اتش. فهذه هنا موجودة بهذا الشكل بس بشكل فيشر مو موجودة اصلا، تمام. هاي الاو اتش اقصد مو موجودة، تكونت بعد ما حولنا الى شكل هاورد، زين. فلذلك هي هاي مهمة وهي المسؤولة عن يعني عن كون المركب الفا او بيتا. هسه هذا الفا، ليش الفا؟ لانه هاي الاو اتش اللي جوا. حتى نسوي بيتا شو نسوي؟ تصير الاو اتش اللي فوق راح يصير بيتا. الفا وبيتا هذول نسميهم انومر، تمام، انومرز. ولذلك هذه نسميها انوميريك هيدروكسيل جروب، زين. وهذه نفس الشيء، هذه هسه هذه وين الانوميريك هيدروكسيل جروب؟ دير بالكم مو هذه، هذه الانوميريك هيدروكسيل جروب دائما تصير على يمين الاو، على يمين الاو، هذه الاو على يمينها هذه الاو اتش، فهذه راح تكون الانوميريك هيدروكسيل جروب. هنا من حتى يتكون المركب ال حتى يتكون ال جلايكوسايد، المركب الجلايكوسايد، حتى يتكون الجلايكوسايد نحتاج هاي الآسرة تحتاج ترتبط بالمركبين، لازم اقل شيء واحد من هاي المركبين ترتبط بالاو اتش، هاي بالانوميريك هيدروكسيل جروب، هذه الاو اتش اللي تحدد الفا وبيتا، لازم الآسرة ترتبط بواحد، مركب واحد على الاقل ترتبط بهاي الاو اتش، تمام. فعندنا مثلا هسه هاي الاثره، مرتبطه بهذا من جهه بالاو اتش هذا، تمام، اللي يحدد الفا وبيتا اللي هو صاير على يمين الاو هنا، مرتبطه بهاي الاثره. من جهه ثانيه ما مرتبطه بهذا الاو اتش، مرتبطه وين؟ مرتبطه برقم أربعة اللي هو تغيره ما راح يسبب لنا الفا وبيتا، تمام. فهنا هنا هذه هذا الكلام اللي دا يقوله هنا، انه هاي الجلايكوسايدز، المركبات الجلايكوسايدز الآسرة اللي بيناتها لازم ترتبط بواحد من السكريات، ترتبط بالاو اتش هذا اللي يحدد الفا وبيتا، وبالسكر الثاني يا اما بهذا يا اما بوحده من هاي العاديه، يا اما ايضا ممكن ترتبط بهاي الاو اتش، ممكن ترتبط او على الاغلب راح ترتبط بوحده من هاي الاو اتش العاديه اللي هي مثل ما قلنا هي الكحولك، يعني يسموها الكحولك هيدروكسيل جروب، تمام. بس لازم واحده من المركبات مرتبطه ب من الاو اتش اللي يحدد الفا وبيتا، تمام، لازم نلقى واحد مرتبطه ب من هذا الاو اتش اللي يحدد الفا وبيتا.
هسه احنا قلنا هاي المركبين هسه هذا الفا دي جلوكوز وهذا الفا دي جلوكوز، حتى يرتبطون راح يصير اكو سحب جزيئات ماء، راح يرتبطون ينطونه هذا المركب. هذا المركب مثل ما قلنا هذا يعني الاسم العام له هو جلايكوسايد، تمام، مركب جلايكوسايد يعني زين. واثنين سكر هنا طبعا جلايكوسايدي. هنا حتى نجي ننطي اسم باعوا. احنا مو عندنا واحد من الجزيئات ارتبط من هذه الاو اتش اللي تحدد الفا وبيتا، تمام، والجزيئة الثانية ارتبطت من او اتش ما يحدد الفا وبيتا، يعني هذا الاو اتش اللي يحدد الفا وبيتا اللي هو انوميريك هيدروكسيل بقى حر، بقى هذا تشوفوه بقى حر، تمام. هذا من بقى حر معناها شنو؟ معناها حتى من نطيل اسم هذا اللي بي او اتش حر راح ينزل اسمه كما هو شنو اسمه ننزله قبل، تمام، مثل ما هو ننزله. اللي ارتبطت الاسره بها اللي ارتبطت الجزيئه اللي ارتبطت بها الاسره عن طريق الاو اتش اللي يحدد الفا وبيتا اللي هو الانوميرك هيدروكسيل اللي ارتبطت به هذا راح ننزل اسمه ونضيف له بالنهايه هذا المقطع واي ال، نضيف له بالنهايه واي ال، تمام. فراح يصير اسمه شنو؟ يعني نقدر نقول انه هذه الذره اللي مرتبطت بها الاو اتش راح تكون هي اللي الاو اتش مالتها يعني اللي تحدد الفا وبيتا الانوميرك هيدروكسيل مرتبطت بالاسره، هذه راح تكون هي الاساسيه. مثل ما قلنا شلون حدد هاي الانوميرك هيدروكسيل جروب اللي تكون هي على يمين الاو دائما. زين، هاي الجزيئه اسمها راح ينزل كامل كما هو. هاي الجزيئه اسمها هو جلوكوز بالاصل، ولانه شكل سداسي حلقي راح نقول عنه جلوكو بايرانوز، تمام، ولانه هاي عندنا هذا الذيل صعد لي فوق CH2OH راح نقول عنه دي، تمام. فهذا راح يكون اسمه دي جلوكو بايرانوز. هو بالاصل شنو هو؟ الفا دي جلوكو بايرانوز، تمام. احنا كتبنا دي جلوكو بايرانوز، هسه نجي نشوف المركب الثاني ايضا هو دي جلوكو بايرانوز، نفس المركب هم نكتب دي جلوكو بايرانوز، تمام، بس حتى نميز هاي الجزيئة عن هاي الجزيئة الثانية انه هاي الجزيئة هي اللي ارتبطت بها من الاو اتش مالتها هذا من الانوميرك كربون الانوميرك هيدروكسيل جروب، الاسرة ارتبطت بالانوميرك هيدروكسيل جروب مال هاي الجزيئة، حتى نميز هاي الجزيئة عن هذه راح نخلي له واي ال، تمام. فش راح يصير اسمه بالنهاية يعني نخلي له، فش راح يصير اسمه جلوكو بايرانوزايل، هذاك شنو اسمه؟ هذا جلوكو بايرانوز وهذا جلوكو بايرانوزايل، هذا ايضا الفا دي جلوكو بايرانوزايل الفا لانه الاو اتش اللي ارتبطت كانت لي جوا، دي لانه هذه اللي فوق الذيل، جلوكو بايرانوزايل لانه بايرانوزايل لانه هو جلوكوز وشكل حلقي سداسي راح يكون بايرانوز، والواي ال لانه الاسره هذه جلايكوسيديك بون ارتبطت من الاو اتش اللي يحدد الفا وبيتا او الانوميريك هيدروكسيل جروب، تمام. هاي بالنسبه لهاي الجزيئه. هنا احنا قلنا ايضا المفروض الفا دي جلوكوبايرانوز، تمام، بما انه هذا الفا دي جلوكوبايرانوز وهذا الفا دي جلوكوبايرانوز فاثنينها نفس الشيء، فخلينا الفا وحده برا، معناها انه هاي المركبين اثنينها الفا، تمام. هاي الرقم اللي بالنص اللي يفصل بين الجزيئتين، هاي شنو هاي؟ هاي معناها رقم الاسره جلايكوسايديه جلايكوسيديك بون، جايه من رقم واحد من هاي من الفا دي جلوكوبايرانوزايل، جايه من رقم واحد ورايحه الى رقم اربعه. رقم واحد شنو نقصد؟ ذره الكربون رقم واحد طبعا هنا، وهنا ذره الكربون رقم اربعه، هذه يعني هسه هذه واحد اثنين ثلاثه وهذه الرابعه، تمام. فهاي الاسره جاية من رقم واحد إلى رقم أربعة، تمام؟ فصار اسمه شنو؟ صار اسمه الكامل ألفا دي جلوكوبايرانوزايل، هذا تابع لهذا الجزء، تمام؟ واحد وأربعة هذا رقم الآسرة جاي من واحد إلى أربعة، دي جلوكوبايرانوزايل بايرانوز دي جلوكوبايرانوز اللي هو هذا، تمام؟ هذا تفسير الاسم. بس المشكلة شنو؟ المشكلة هسا احنا عندنا هنا هذا أو، مو صحيح؟ بنص الآسرة عندنا أو. مثلاً لو جاء إين، لو إجا إين هنا بدال الأو، شنو راح يكون اسمه؟ راح يكون الاسم نفس الاسم، تمام؟ راح يكون نفسه ماكو فرق. فإحنا شلون نميز إذا جاء أو وجاء إين؟ ذاك راح نستخدم التسمية الثانية، التسمية الثانية واللي هي شنو معناها؟ راح ندخل هالسلايدات بس حتى
نكمل التسمية ونرجع عليه. هسه هذا المركب، هذا المركب تقريبا نفس المركبين، هاي المركبين اللي هي هاي نفسها تقريبا، هاي هي هذه نفسها بس اختلاف بسيط، تمام؟ هذاك الفوق ألفا وهذا بيتا هنا، تمام؟ هاي اللي أقصد جزيئة هنا، هذه اللي فوق بيتا واللي قبلها كانت ألفا. زين، من نجي على هذا المركب، هذا المركب أيضا هي عبارة عن جزيئتين سكر مرتبطة واحدة بالثانية، واثنين هن جلوكوز. شلون عرفنا جلوكوز؟ طبعا هذه اللي جوا، احنا نبدي حتى نعرف هذا جلوكوز او شنو هو يعني، يا كان نبدي حتى نشوف شنو اتجاه الاو اتش، هو يمين او يسار. فنقول هذه اول وحده، هذه طبعا ما نحسب هذه الاو اتش لانه هذه الانوميريك كربون تكونت بالجديد، فنبدي منها هنا. هذه اللي جوا معناها كانت يمين، هذه اللي فوق معناها كانت يسار، هذه اللي جوا معناها كانت يمين. بما انه هذه دي معناها قبل الأخيرة أيضا كانت يمين، فراح يكون ترتيبها يمين يسار يمين 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 يسار يمين يمين، هذا جلوكوز، تمام؟ وهاي نفس الطريقة يمين يسار يمين يمين، هذا جلوكوز. إذا هاي الاثنين جلوكوز. زين، بما أنه الاثنين جلوكوز واثنين هندي، اثنين هن جلوكوز واثنين هندي، مو صحيح؟ لأنه شكل سداسي، فش راح نقول عنه؟ جلوكو بايرانوز، لانه شكل سداسي، تمام؟ جلوكو بايرانوز، وهذا ايضا شكل سداسي فراح نقول عنه جلوكو بايرانوز. اذا هذا دي جلوكو بايرانوز وهذا دي جلوكو بايرانوز. بالنسبه للالفا والبيتا، هذا المركب هذا الفا لو بيتا، هذا الفا لانه الاو اتش اللي هي هسه مرتبطه يعني اللي كانت هنا وارتبطت، هذه كانت لي جوا معناها هذا الفا، تمام؟ هاي الاو اتش اللي فوق هنا معناها بيتا، اذا هذا المركب الفا وهذا المركب بيتا، فهذا شنو راح يصير اسمه؟ هذا راح يصير اسمه الفا دي جلوكو بايرانوز وهذا بيتا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ هاي قبل ما تصير الآسرة بيناتهم، صارت الآسرة بيناتهم كأسماء بقت نفس الأسماء، راح نضيف عليها شيء بسيط، اللي راح نضيفه شنو؟ مثل ما قلنا انه احنا هذه الجزيئة اللي بيها OH أنوميريك كربون حر، اللي هو هذا OH اللي يحدد ألفا وبيتا، إذا اللي بيها مرتبط، اللي بيها حر ما مرتبط بآسرة، راح نقول عنه هذا اسمها راح ينزل مثل ما هو، تمام؟ فهذا شنو نطيناها اسم؟ نطيناها اسم بيتا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ فراح ينزل هنا هذا بالأخير بيتا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ هذا بيتا دي جلوكو بايرانوز. زين، هذا بالنسبة لهذا المركب. هذا المركب احنا نطينا اسم شنو؟ الفا دي جلوكو بايرانوز، الفا دي جلوكو بايرانوز، راح ينزل ايضا نفسه الفا دي جلوكو بايرانوز، بس حتى نميزه عن هذا المركب شنو نقول عنه؟ بايرانوزايل، بايرانوزايل، بس نضيف هذا المقطع واي ال بالاخير، تمام؟ فصار عندنا الاسم شنو؟ صار عندنا الاسم هذا سميناه بيتا دي جلوكو بايرانوز وهذا الفا دي جلوكو بايرانوزايل، راح يصير عندنا هنا منا هذا حسب ما نشوف هنا هذا الفا دي جلوكو بايرانوزايل وبيتا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ الفا دي جلوكو بايرانوزايل بيتا دي جلوكو بايرانوز اللي هو هذا الفا دي جلوكو بايرانوزايل وبيتا دي جلوكو بايرانوز، هذا الاسم، هذا الاسم للمركب. بقت عندنا شغله واحده، بقت بس نحدد الآسرة، هذه الآسرة شنو الذره اللي بيها وعلى يا رقم مرتبطه، تمام؟ الآسرة هذه الذره اللي بيها او، مو صحيح؟ او على يا رقم مرتبطه، هي جاي من رقم واحد ورايحه الرقم أربعة، هي هاي الآسرة دائما راح تجي من رقم واحد، دائما راح تجي من رقم واحد، تمام؟ وراح تروح على رقم أربعة، ممكن رقم ثلاثة، ممكن خمسة، ممكن ستة، ممكن اثنين، فهذا الرقم هذا متغير الثاني، فراح نقول عنه وهذا الواحد ثابت دائما راح تجي من واحد، فالواحد ما راح نكتبه، ما راح نقول واحد وأربعة أو، راح نقول أربعة أو، أربعة أو، تمام؟ الأربعة يدل على إنه هاي الآسرة مرتبطة برقم بذرة الكربون رقم أربعة، تمام؟ جاي من هذا المركب اللي هو انطينا جلوكوبايرانوزايل، جاي من رقم واحد دائما، بس بهذا الجلوكوبايرانوز مرتبطة برقم أربعة، فراح نقول عنها أربعة أو. او لانه هذه هنا او، لو كانت ان نكتب 40، لو كانت اس نكتب 4 اس، تمام؟ فهذا الاسم الكامل اللي راح يصير شنو؟ راح يصير مثل ما تشوفوا هنا 4 او الفا دي جلوكو بايرانوزايل بيتا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ هذا الاسم الكامل له.
4O الفا دي جلوكو بيرونوزايل بيتا دي جلوكو بيرونوز. هذا هذا كله مثل ما قلنا هذا المركب شنو هذا المركب كله شنو نسميه جلايكوسايد تمام. والآسرة هذه نسميها جلايكوسيديك بوند جلايكوسيديك بوند تمام. وضحت شلون سمينا؟ مثلا هسه لو نجي على اسم ثاني مثلا لهذا المركب هذا حتى نجي نشوف هذا اول شيء نجي نحدد نوع الجزيئات شنو هي اللي هي جلوكوز يعني جلوكوز جالكتوز لو شنو نجي نشوفها هذه يمين يسار يمين يمين اذا هذا جلوكوز وهذا يمين يسار هذا يمين طبعا هذا اللي اقصدها هذه يمين يسار يمين يمين تمام. فشنو صار عندنا صار عندنا هذا جلوكوز والجواء ايضا جلوكوز عفوا الجواء ايضا جلوكوز فراح يصير فراح عرفنا انه حددنا انه هذا جلوكوز زين. من نجي ننطي الاسم نشوف ياهو اللي راح ينزل اسمه كامل وياهو اللي راح ينزل اسمه ويا واي ال اللي راح ينزل اسمه كامل هذا ليش؟ لانه هاي الاو اتش مالته حره نشوفها تمام هاي اللي تحدد الفا وبيتا انوميريك هيدروكسيل حره فراح ينزل هذا اسمه مثل ما هو. هذا اسمه شنو؟ هذا بما انه هو هذا اتجاهه اللي فوق راح يكون هذا دي بما انه هاي الاو اتش اللي جوا معناه هذا الفا تمام. فهسه حددنا انه هو الفا دي بما انه هو جلوكوز اذا راح نقول الفا دي جلوكو هو شكل سداسي راح نقول عنه الفا دي جلوكو بايرانوز الفا دي جلوكو بايرانوز تمام. فراح ينزل هذا اسمه هذا مثل ما تشوفوا هنا هذا الفا دي جلوكو بايرانوز تمام الفا دي جلوكو بايرانوز. هذا بالنسبه لهذا الجزء. الجزء الثاني شنو اسمه؟ هذا بما انه هذه لي فوق بما انه اتجاه هذه لي فوق فهو دي تمام. بما انه هاي الاو اتش اللي مرتبطه كانت لي جوا هنا اللي ارتبطت كانت لي جوا لانه هاي لي فوق معناها اتش لي جوا معناها او اتش زين. هذه اتجاهها لي جوا فهذه الفا تمام. صارت عندنا الفا دي وهو جلوكوز راح نقول عنه جلوكو وهو شكل سداسي اذا الفا دي جلوكو بايرانوز راح يصير ايضا الفا دي جلوكو بايرانوز تمام. فراح يصير ايضا هنا الفا دي جلوكو بايرانوز. حتى نميز هذا المركب اللي ارتبطت من يم الاسره بالاو اتش الانوميريك هيدروكسي عن هذا المركب اللي الاو اتش مالته حره. هذا المركب اللي او اتش مالته حره سميناه قلنا ينزل اسمه كامل. هذا الاو اتش مالته اللي تحدد الفا وبيتا ارتبطت بالاسره فراح نعطي علامه انه شنو نقول عنه الفا دي هو اسمه الفا دي جلوكو بايرانوز راح نقول عنه الفا دي جلوكو بايرانوزايل بس نضيف مقطع واي ال بالاخير تمام. نجي على الاسره هذه الاسره مين جايه وين رايحه؟ جايه من رقم واحد هاي ثابته دائما طبعا وين رايحه؟ على رقم ستة تمام. زين رايحه على رقم ستة ستة طبعا هاي دائره الكربون رقم ستة احنا عندنا هسه مثلا هسه هذه هاي دائره الكربون رقم واحد هاي الزاويه هاي الزاويه اثنين هاي الزاويه ثلاثة هاي الزاوية أربعة وهاي الزاوية خمسة وهاي الكربون ستة تمام. بيهم مرات ما يحسبون هاي الزاوية الخامسة يطفرون قبل على هاي عبالهم خمسة تمام. فهاي ذرة الكربون رقم ستة تمام. هاي ذرة الكربون رقم ستة مرتبطة بها الآسرة. زين الذرة الموجودة بالآسرة شنو هي؟ O لو N لو S O. فش راح نقول عنه؟ نضيف قبل الاسم اللي كوناه قبل شوي قبله راح نضيف شنو؟ راح نضيف ستة ستة او ستة او هذا مثل ما هسه موجود هنا ستة او. شنو ستة او؟ معناها انه هاي الاو مرتبطة على ذرة الكربون رقم ستة. زين اسم المركبين الموجودة شنو هي؟ الفا دي جلوكو بايرانوزايل والفا دي جلوكو بايرانوز تمام. اعتقد وضحت هسه هاي التسمية. هاي الالفا طبعا هاي هسه مثلا ينطينا هذا الاسم ويريد المركب مالته شلون ممكن نعرفه؟ احنا عرفنا انه ستة ستة او شنو معناها؟ معناها الآسرة جاي من رقم واحد ورايحة إلى رقم ستة، من رقم واحد بالمركب اللي مرتبطة بالأنوميريك هيدروكسيل جروب، تمام؟ زين، من هاي المركبين يا هي الأنوميريك هيدروكسيل جروب اللي هو هذا الأول اللي هو ألفا دي جلوكو بايرانوزايل، شلون عرفناه هو؟ لأنه بي واي ال، تمام؟ المركب الثاني اللي ما مرتبطة به، شو راح نقول عنه؟ راح نقول عنه ألفا دي جلوكو بايرانوز، ألفا دي جلوكو بايرانوز، تمام؟ فبهاي الحالة بهاي الحالة راح ننطي الاسم لهاي المركبات. اعتقد واضحة هاي نفس الشيء ايضا هسه هذا الاسم مالته 4O بيتا دي جلوكو بايرانوزايل بيتا دي جلوكو بايرانوز تمام.
هسه نجي على هذا، يعني اذا نجي نقارن راح يطلع نفس الشيء، نفس انه هاي 4 او معناها هاي الاو جاي من 1 الى 4، وجلوكوبيرانوزايل معناها هذا اسمه جلوكوبيرانوز، هذا المركب منه بيتا طبعا، لانه هاي اللي فوق تشوفوها هاي الاو اتش كانت مرتبطه لي فوق، وهاي الاو اتش الثانيه اللي فوق ايضا اثنين هن بيتا، يعني راح يكون بيتا دي جلوكوبيرانوزايل وبيتا دي جلوكوبيرانوز، ونفس الطريقه نسمي كل المركبات. هاي التسميه اللي راح نعتمدها احنا، تمام. واللي شارحها هنا نفس الشيء طبعا، هنا بس بالنقطه الاولى موضح انه من هاي رقم واحد، من يرتبط سكر بمركب اخر مثل الكحول مثلا، هنا مثل هذا، احنا هاي الامثله اللي اخذناها اللي هسه هذا المثال، والامثله هذه اللي جوا هذه، هاي اللي اخذناها هي مرتبطين سكر بسكر، تمام. هسه هنا دا ينطينا مثال انه من يجي يرتبط سكر بمركب اخر مو سكر، شنو راح تكون، شو راح يكون الاسم؟ يقول نستبدل المقطع اي بالاخير اللي هو مثلا بايرانوز، نشيل الاي ونخلي اي دي اي، نخلي المقطع اي دي اي مثل هذا مثلا. هسه عندنا هنا الفا دي جلوكو بايرانوز ارتبط ويا ميثانول، تمام، ارتبط ويا ميثانول بسحب جزيئات ماء ايضا، راح ينطينا هذا المركب، راح ينطينا هذا المركب اللي اسمه مثل الفا دي جلوكو بايرانوز، تمام. لكن حتى نميز انه هذا اللي ارتبط بي هذا اللي ارتبط به انه يعني حتى نميز انه هذا اصلا هو مركب جلايكوسايدي واللي ارتبط به مو سكر، فراح نقول عنه شنو؟ راح نقول عنه بالنهايه اي دي اي، نضيف المقطع اي دي اي، فراح يصير اسمه مثل، راح يصير اسمه مثل الفا دي جلوكو بايرونوسايد، تمام، بايرونوسايد مثل الفا دي جلوكو بايرونوسايد، تمام. هذا راح يكون اسمه مثل الفا دي جلوكو بايرونوسايد، مجرد نضيف هذا المقطع. هنا ايضا منطينا مثالين اخرى، هنا هذا اللي هو الفينل الفا دي جلوكو بايرونوسايد وبروبل بيتا دي فركتو فيورانوسايد، هاي نفس الامثله المنطيه. بقيه الكلام ايضا دا يشرح يعني شلون هاي اللي شرحناها انه شلون راح تكون، شلون ممكن يعني شلون راح ننطي الاسم لهذا، وشلون راح ننطي الاسم لهاي المركبات ايضا نفس الكلام، تمام. نجي على التصنيف، نجي على التصنيف. هسه التسمية تقريبا وضحت شلون راح نحدد الاسم له، زين. نجي على التصنيف، تصنيف الجلايكوسايدز. انتبه انه اكو تصنيف الجلايكوسايدز واكو تصنيف اخر للسكريات اللي هي الجلايكوسايد اللي يعني سكر بسكر، هسه راح نجي عليها انه بتصنيف اخر. بس نعرف لازم انه classification of glycosides، تصنيف الجلايكوسايدات بصورة عامة تتصنف إلى هولو جلايكوسايدز وهيترو جلايكوسايدز. الهولو جلايكوسايدز شنو معناها؟ الهولو جلايكوسايدز معناها إنه هي المركبات اللي تكون مرتبط، يعني اللي تكون متكونة بس من سكر، يعني سكر بسكر، يرتبط بس سكر بسكر، سواء جزيئتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، بس سكر بسكر بس، هاي نسميها هولو، تمام. الهيترو جلايكوسايد معناها شنو؟ معناها وحدة من الجزيئات سكر بس الثانية مو سكر، تمام، وحدة من الجزيئات سكر بس الثانية مو سكر، هاي الهيترو جلايكوسايدز. الهيترو جلايكوسايدز وحدة من الجزيئات سكر بس الثانية تكون مو سكر. الهولو جلايكوسايد كل الجزيئات سكر. الهولو جلايكوسايد عرفنا شنو جلايكوسايد، يعني هو المركب اللي واحد من عنده سكر يرتبط ويا سكر راح ينطينا هولو، يرتبط ويا غير سكر راح ينطينا هيترو جلايكوسايد، تمام. والآسرة بيناتهم يسموها جلايكوسيديك بوند، جلايكوسيديك بوند، زين. هذا الهولو جلايكوسايد، الهولو جلايكوسايد طبعا بي هو الاوليغوساكرايد والبوليساكرايد. الاوليغوساكرايدز والبوليساكرايدز نعرف شنو الاوليغو ونعرف شنو البولي. احنا عندنا المونوساكرايد والدايساكرايد، الاوليغوساكرايد والبوليساكرايد. المونوساكرايد هو السكر الاحادي، يعني متكون من جزيئه واحده بس، يعني مثلا هسه هذه جزيئه، هذه وحدها، نسميها شنو؟ نسميها مونوساكرايد. اذا ارتبطت بجزيئه اخرى مثل هاي هسه هذا نسميه دايساكرايد، تمام. اكو مصطلح اسمه اوليغوساكرايد. الاوليغوساكرايد معناها
معناها من اثنين، يعني من جزيئتين ترتبط، هذا ممكن نقول عنه أوليغوساكاريد، أو ثلاث جزيئات ترتبط نقول عنه أوليغوساكاريد، أو أربعة أو خمسة إلى حد العشرة، هاي كلها نقول عنها أوليغوساكاريد. إذا من اثنين للعشرة نقول عنها أوليغوساكاريد. إذا 11 جزيئة ارتبطت سوا، هنا راح يبدي البوليساكاريد، تمام؟ سميها بوليساكاريد، سكريات متعددة، تمام؟ البوليساكاريد هنا، البوليساكاريد بيها أيضا تصنيف، هسه هذا راح نرجع عليه بعدين. هذا البوليساكاريد بيها تصنيفين، اللي هو الهومو بوليساكاريد والهيترو بوليساكاريد. تفرقون هنا هومو بوليساكاريد وهيترو بوليساكاريد، تختلف عن الهولو الهولو جلايكوسايد والهيترو جلايكوسايد. هنا الهومو بوليساكاريد والهيترو بوليساكاريد اثنين خاصة بالسكريات اللي تابعة للهولو، تابعة للهولو جلايكوسايد، اللي هي السكريات اللي ترتبط سوية، اللي هي المركبات الجلايكوسايدية، مجرد عبارة فقط عن سكر، ماكو يعني مركب غير سكر. إذا إجا غير سكر يصير هيترو، تمام؟ فهنا الهومو بوليساكاريد والهيترو بوليساكاريد. شنو الهومو بوليساكاريد شنو الهيترو بوليساكاريد؟ مثلا عندنا هسه هاي السكر، هسه هذا السكر، نتخيل انه مثلا هاي سلسلة طويلة من هذا السكر، هذا السكر شنو اسمه؟ جلوكوبيرانوز، تمام؟ والسكر اللي بصفه جلوكوبيرانوز نفسه، تمام؟ نفس السكر. نتخيل انه سلسلة طويلة من هذا الجلوكوبيرانوز، اذا كانت كلها عبارة عن نفس السكر، نفس السكر يعني جلوكوبيرانوز بس، جلوكوبيرانوز جلوكوبيرانوز جلوكوبيرانوز، تصير سلسلة طويلة، هذا يسموه هومو بوليساكاريد، سكر متجانس، يعني نفس الجزيئات من السكر. الهيترو بوليساكاريد هي ايضا كلها جزيئات سكر، بس نلقى مثلا هنا هسه هذا اثنين بوليساكاريد، نلقى ممكن تفرع منه من الستة جاينا مثلا غالكتوز، هنا مو جلوكوز، ممكن يجينا غالكتوز، ممكن يجينا اللوز، ممكن يجينا فركتوز، تمام؟ فهي ايضا كلها سكريات لكن مختلفة بنوع السكر، هاي يسموها الهيترو بوليساكاريد، تمام؟ الهومو بوليساكاريد والهيترو بوليساكاريد. اذا عرفنا هسه شنو التصنيف العام للجلايكوسايدز، تتصنف الى هولو جلايكوسايدز اللي هي عبارة عن فقط سكريات، هاي الهولو بوليساكاريد عبارة عن فقط سكريات، الهيترو بوليساكاريد العفو الهولو جلايكوسايدز هي عبارة فقط عن سكريات، الهيترو جلايكوسايدز عبارة عن سكر يرتبط ويا مركب اخر. نجي على الهولو جلايكوسايدز اللي هي بس سكريات، تنقسم الى اوليغوساكاريدز وبوليساكاريدز. الاوليغو هي مثل ما قلنا من 2 الى 10، تمام؟ من 2 الى 10. طبعا احنا المونو ما ضفناها هنا ويا الهولو جلايكوسايد، ليش؟ لان هو المونو بس جزيئه واحده، فما راح تكون مركب، تمام؟ هو المونو جزيئه واحده، ما راح يعني ما مرتبطه بشيء، فمو موجوده هنا، تمام؟ فهنا الاوليغو الاوليغو ساكارايد معناها مثل ما قلنا من 2 ل 10، والبولي ساكارايد من 11 وفوق. زين، هاي البولي ساكارايد نفسها تنقسم الى هومو بولي ساكارايد والى هيترو بولي ساكارايد. الهومو بولي ساكارايد هي السكريات المتعدده اللي مرتبطه، السكريات المتعدده اللي عباره عن كلها نفس النوع من السكر، مثلا كلها جلوكوز، كلها فركتوز، كلها اللوز، كلها يعني هيج، كلها يعني كلها نفس السكر، هاي الهومو بوليساكاريدز. الهيترو بوليساكاريدز لا، اللي هي يعني ممكن يجي غير، يعني ممكن نلقى بالبداية جلوكوز ونمشي شوي نوبة نلقى غالكتوز، نمشي شوي نوبة نلقى تفرع فركتوز كذا، يعني أكثر من نوع من السكر. أعتقد وضحت يعني شلون هسه شنو الفرق بين الهولو جلايكوسايد والهيترو جلايكوسايد. والهولو بها مثل ما قلنا اوليغو بولي، والبولي ينقسم الى هومو وهيترو بولي ساكاريد. زين، الداي ساكاريد شنو هي الداي ساكاريد؟ الداي ساكاريد مثل ما قلنا يعني هي سكر، جزيئتين سكر ترتبط سويه، مثل هسه هذه داي ساكاريد نقدر نسميها، ساي يعني مركب عباره عن جزيئتين سكر ارتبطت سويه نسميها داي ساكاريد، هذا هو الداي ساكاريد، جزيئتين سكر مرتبطه. زين، الدايسكاريد بي ريديوسينج وبي نون ريديوسينج، شنو ريديوسينج وشنو نون ريديوسينج؟ تذكرون اللي اخذنا هذه هسه، هذه شنو سميناها؟ هذه الاو اتش، هذه الاو اتش سميناها الانوميريك هيدروكسيل جروب، مو صحيح؟ انوميريك هيدروكسيل، هذه الانوميريك هيدروكسيل،
هذه الأنوميريك هيدروكسين اللي هي تكون على يمين الأم، هذه بأي مركب سكري إذا كانت موجودة حرة ما مرتبطة، فهذا يعني إذا كانت موجودة ما مرتبطة بآسرة فهذا السكر راح نقول عنه reducing، إذا كانت ما موجودة يعني مرتبطة راح نقول عنه هذا non reducing. بالنسبة للأحادية لأنه هو جزيئة واحدة يعني هو دائما جزيئة واحدة فأكيد هاي ما مرتبطة، فراح تكون هذا شنو السكريات الأحادية المونوسكرات كلها reducing، تمام كلها reducing، بس عندنا بالثنائية ممكن يجي reducing وممكن non reducing. تمام شلون نعرف reducing وشلون نعرف non reducing؟ مثلا نجي على هسه هذا المركب نفسه، هذا المركب هذا هسه لو يجينا سؤال هذا reducing لو non reducing، احنا راح نجي على هذا المركب نشوف ال OH مالته هذا الانوميريك هيدروكسيل جروب مرتبطة، تمام فممكن نقول non reducing، بس احنا عندنا هنا OH هذه همات انوميريك هيدروكسيل جروب، اذا المركب لو بي وحده بس انوميريك هيدروكسيل جروب راح يكون هذا reducing، تمام هذا reducing. اذا هسه هذا المركب الثنائي reducing، امتى يكون non reducing؟ مثلا بالفركتوز، مثلا هسه هذا الفركتوز باو، هسه هنا من نجي نشوف الفركتوز حتى نحدد، هسه انا اريد احدد الانوميريك هيدروكسيل جروب اللي هي اللي تحدد الفا وبيتا وينها، هنا هذه اللي فوق هاي الجزئيه اللي فوق هذه مو حتى نحددها وينها هي يا وحده صارت هنا، صارت هنا مو صحيح، هذه الاو اتش موجوده هنا هسه اتجاهها فوق لو جوا اتجاهها جوا، اذا هاي الفا بس هنا مرتبطه، تمام ننزل على الجزئيه الثانيه نشوف بيها او اتش يعني انوميريك هيدروكسيل جروب ما مرتبطه، ننزل على الجزئيه جواها حتى نشوف الجزئيه جواها بيها لو لا، اللي هي هاي الجزئيه جواها اقصد. زين هسه هاي وين الاو اتش اللي تحدد الفا وبيتا؟ هي هنا موجوده على يمين الاو مو صحيح، اذا على يمين الاو هنا هم مرتبطه، اذا اثنيناتها مرتبطه بهاي الحاله يعني ماكو انوميريك هيدروكسيل جروب، اذا هذا السكر راح يكون شنو؟ هذا السكر ثنائي طبعا، راح يكون هذا السكر نون ريديوسينج، تمام راح يكون هذا السكر نون ريديوسينج، هذا الفرق بين الريديوسينج والنون ريديوسينج. احنا هسه اللي يهمنا بالنون ريديوسينج هو ما عندنا بس السكروز هذا اللي هو سكر الطعام اللي نستخدمه بس، هذا بقية السكريات الثنائيه اللي عندنا هسه هي يعني reducing. اكو هي مركبات سكريه ثانيه يعني non reducing بس احنا مو مطالبين بها حاليا، تمام هسه عرفنا شنو الفرق بين الreducing والnon reducing، عرفنا شنو الفرق بين الreducing والnon reducing، تمام مثل ما قلنا هنا هسه هذا non reducing ال OH اثنينها تكون مرتبطه. زين هنا هذا بالنسبه للريديوسينج، ايضا مثل ما قلنا يعني بالنسبه للتسميه شرحناها احنا هسه، مثلا هسه لو نجي ناخذ مثال قبل هذا شرحناها انه راح يقول انه هذا الجزء اللي ارتبطت الاو اتش الانوميريك مالته راح نضيف له واي ال بالنهايه، وهذا الجزء اللي ما ارتبطت ما راح نضيف له واي ال، هذا نفس الكلام ده يعيده بي ويقول هاي الصيغه مالته جلايكوسايل وهنا جلايكوز، تمام جلايكوز وجلايكوسايل انه معناها يعني هو هذا انه هذا هو يعني هذا الاسم مالته راح يكون بهذه الطريقه. هسه مجرد ناخذ هنا امثله على الريديوسينج داي سكرايد السكريات الثنائيه المختزله اللي هي الريديوسينج، مثال عليها نعطينا المالتوز هذا المالتوز اللي هو سكر الشعير، هذا المالتوز طبعا احنا هي هنا نعطينا مالتوز وايزومالتوز وسيلولوبايوز، هاي ثلاثتها متكونه من نفس الجزيئات بس اللي تختلف انه وحده الفا والفا، وحده الفا وبيتا، وحده بيتا وبيتا، تمام فهاي تاثر هاي مال الفا 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 بيتا 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 راح تنطينا مركبات مختلفه. زين نجي على المالتوز هذا المالتوز متكون من جزيئتين جلوكوز، جزيئة جلوكوز هسه هذه جلوكوز شلون عرفناها جلوكوز؟ هسه هذه لو نريد نجي نعرف شلون عرفناها جلوكوز هذه راح نقول انه هذه يمنى وهذه يسرى وهذه يمنى وهذه يمنى، تمام صار الترتيب مالتها يمنى يسرى يمنى يمنى، اذا شلون راح تصير؟ يمنى يسرى يمنى يمنى جلوكوز، تمام هذا جلوكوز. زين هذه الثانية شنو؟ ايضا هذه يمنى وهذه يسرى ويمنى يمنى، اذا شلون راح يصير مالتها هذا الترتيب؟
جلوكوز. إذن جزيئتين جلوكوز، المالتوز هذا المالتوز مكون من جزيئتين جلوكوز بس، واحدة من الجزيئات ألفا تمام، والجزيئة الثانية بيتا تمام. فراح يصير اسمه شنو؟ مثلاً لو راد المالتوز يعني جاب لنا اسم مالتوز وراد الصيغة مالته، شو راح تكون الاسم مالته؟ لازم هنا نحفظ إنه واحدة من الجزيئات ألفا والجزيئة الثانية تكون بيتا حتى ننطيل اسم. هسا احنا من يجينا مركب وننطيل اسم عرفنا شلون، مثلا هسا هاي الاو اتش مالته ما مرتبطه راح ينزل اسمه كامل، وهذا راح ينزل اسمه كامل بس نضيف له واي ال ونخلي قدامه ياهو الالفا وياهو البيتا ونخلي رقم الاصره ونوع الذره اللي بالاصره. زين من يجينا هسا هذا شنو راح نسميه؟ راح نقول عن هذا او 4. ليش او 4؟ لانه نوع الذره او ومكان الارتباط 4 تمام. الفا دي جلوكوبايرانوزايل مين جاء؟ اللي هو هذا الفا دي، هذا الفا لانه هذا الفا دي لانه هاي اللي فوق، جلوكو لانه جلوكوز، بايرانوز لانه سداسي، بايرانوزايل لانه الاصره ارتبطت بالاو اتش لانه مرك هيدروكسيل مالته بالاو اتش اللي تحدد الفا وبيتا ارتبطت به تمام، فانطانا هذا الاسم الفا دي جلوكوبايرانوزايل. الثاني بيتا دي جلوكوبايرانوز نفسه، هذا شلون عرفنا بيتا؟ هاي الاو اتش دي فوق، دي هذا الدي دي فوق، جلوكو هو جلوكوز، وبايرانوز لانه شكل سداسي تمام. هذا اذا هذا الاسم 4 او الفا دي جلوكو بايرانوزايل بيتا دي جلوكو بايرانوز، هذا اسمه، هذا اسم المالتوز تمام، هذا اسم المالتوز. او وهذا اسم هذا الاسم هذا والاسم الشائلة، يعني نقدر نعوض بكل هذا الاسم عن شنو؟ هذا الاسم كله نعوض عنه بيتا مالتوز، بيتا مالتوز تمام. هذا كله يسموه بيتا مالتوز. هذا شنو هذا المالتوز؟ اللي متكون من جزيئتين سكر. نجي على سكر اخر اللي اسمه ايزو مالتوز، يعني هو نفسه بس يعني متغير بشيء بسيط. الايزو هو يعني نظير المركب يعني تمام، بس متغير بشيء بسيط. زين الايزومالتوز، الايزومالتوز شنو هنا؟ طبعا المالتوز تهمنا ايضا رقم الاصره، هنا رقم الاصره من 1 الى 4 تمام، هنا 1 الى 4 جاي من رقم 1 الى رقم 4 هاي بالمالتوز. بالايزومالتوز اذا نشوفه هنا هسه جاي من 1 الى 6 فاكو اختلاف بها. زين المالتوز قلنا اللي جزيئات المرتبطه وحده الفا وحده بيتا مو صحيح؟ طبعا هاي الاشكال نفسها بس هذا يسموه شكل الكرسي، يعني نفس الشرح بس هنا منطينا شكل الكرسي. هذا بالنسبة للمالتوز. بالنسبة للايزو مالتوز الجزيئتين راح تجي الفا، فوق قلنا بالمالتوز الفا وبيتا، بالايزو مالتوز اثنينها الفا، ايزو مالتوز اثنينها الفا تمام. لو نجي نشوف هذا السكر هذا اللي جوا، اذا هذا شنو؟ هذا الفا تمام، وهذه الاو اتش مالته اللي جوا اذا هذا ايضا الفا تمام. إذا اثنيناتن ألفا، اثنيناتن راح تكون ألفا. زين بما أنه هي اثنيناتن ألفا واثنيناتن جلوكوز، زين إحنا شلون أصلاً بالبداية شلون نعرف مالتوز؟ لازم نعرف إنه المالتوز هذا متكون من جزيئتين جلوكوز، جزيئتين جلوكوز. المالتوز جزيئتين جلوكوز واحدة ألفا واحدة بيتا، الأيزو مالتوز جزيئتين جلوكوز اثنينهن ألفا. السيليولوبايوز هذا جزيئتين جلوكوز اثنينهن بيتا تمام، هذا الفرق بيناتهم. بس احنا هذا الايزومالتوز شلون عرفنا ايزومالتوز؟ لانه جزيئتين جلوكوز واثنينهن الفا، اذا هذا ايزومالتوز. زين هذا الايزومالتوز طبعا هذا الاسم هذا نقدر نحفظ هذا وياه ايضا اللي هو الفا ايزومالتوز، يعني هذا الفا ايزومالتوز يعوض عن هذا الاسم كله ممكن يجيبه يعني. زين هذا المركب الالفا ايزومالتوز، هذا ايزومالتوز شلون عرفنا ايزومالتوز؟ لانه هذا جلوكوز وهذا جلوكوز. من نجي نريد ننطي الاسم ياها اللي راح تنزل اسم اللي راح ينزل اسمها كامل هاي الجزيئه. ليش مو هاي؟ لانه هاي الاو اتش الانوميريك كربون مالته مرتبطه، هاي الجزيئه هنا الانوميريك كربون مالته ما مرتبطه تمام بعدها، فراح تكون هذه شنو؟ راح تكون اسمها راح ينزل كامل مثل ما هو، اللي هو شنو اسمها؟ الفا دي جلوكوبايرانوز، هذه الفا دي جلوكوبايرانوز. الفوقاها الفا دي جلوكوبايرانوز ايضا، بس حتى نميزها شنو راح نقول عنها؟ الفا دي جلوكوبايرانوزايد
الفا دي جلوكوبيرانوزيل. اللي بقت شنو؟ بس رقم الآسرة هذه هي من 1 إلى 6. احنا 1 ما نكتبها اصلا، فنقول 6 O، 6 O لانه هي دائما جاي من رقم 1، فواحد ما ينكتب، فهي 6 O. 6 انه معناها مرتبطة على ذرة الكربون رقم 6، والO معناها انه هذه انه الذرة الموجودة بالآسرة هي O. تمام، هذا بالنسبة للايزومالتوز، راح يصير اسمه 6 O الفا دي جلوكوبيرانوزيل الفا دي جلوكوبيرانوز، هذا الاسم مالته. يعني عرفنا شلون طلعنا هسه. زين هسه عرفنا الفرق بين المالتوز والايزومالتوز. المالتوز هو واحدة الفا وواحدة بيتا، اثنين هن جلوكوز، والايزومالتوز ايضا اثنين هن جلوكوز بس اثنين هن الفا. السيريلوبايوز اثنين هن جلوكوز بس اثنين هن بيتا. تمام، هذا اللي يفرق عنهم، اثنين هن جلوكوز بس اثنين هن بيتا. ننتبه على هذا رقم الآسرة من 1 إلى 4 هنا، هذا بالسيريلوبايوز. بالمالتوز ايضا من 1 إلى 4، هذا من 1 إلى 4، والايزومالتوز من 1 إلى 6، من 1 إلى 6. تمام، ننتبه لهذا. زين نجي على هذا السيليلوبايوز، هو نفس الفكرة ايضا، نفس الفكرة مال المالتوز والايزومالتوز، بس انه هاي اثنين هن بيتا، فراح يصير الاسم مالته. هسه نجي على هذا الاسم، شلون صار اسمه هذا 4 O، معناها انه الآسرة مرتبطة بذرة الكربون رقم 4، والO هي نوع الذرة اللي بالآسرة، والبيتا دي جلوكوبيرانوزيل معناها هذه، معناها هذا تابع الهاي. شلون عرفنا هالهاي؟ لأنه بها YL بيرانوزيل، إذن بيرانوزيل ترجع لهاي الجزيئة اللي هي هاي الجزيئة الأنوميرك هيدروكسيل مالتها اللي كانت هنا مرتبطة بالآسرة. تمام، مرتبطة بالآسرة، فراح نخلي لها بيرانوزيل. هاي الذرة ما مرتبطة، هاي الجزيئة ما مرتبطة الـ OH الأنوميرك كربون مالتها أو الأنوميرك هيدروكسيل، عفوا ما مرتبطة، فراح ينزل اسمها، راح ينزل اسمها مثل ما هو بيتا دي جلوكوبيرانوز اللي هو هذا بيتا دي جلوكوبيرانوز. تمام، فشي يعني مو صعب، سهل، كلها نفس الفكرة. يعني الفرق انه بس هنا نحفظ رقم الآسرة من 1 إلى 4، ونحفظ انه هاي اثنين هن جلوكوز وبس، واحدة ألفا واحدة بيتا. هذه الآسرة من 1 إلى 6، واثنين هن جلوكوز واثنين هن ألفا. هذه الآسرة من 1 إلى 4، واثنين هن جلوكوز واثنين هن بيتا. تمام، هاي بالسيليلوبايوز. زين نجي على اللاكتوز. اللاكتوز طبعا هاي كلها مثل ما قلنا سكريات ثنائية، مثل ما تشوفون يعني جزيئتين سكر مرتبطة، هاي كلها سكريات ثنائية. نجي على اللاكتوز. اللاكتوز هو السكر ثنائي أيضا، بس اللي يفرق عن المالتوز شنو؟ يفرق عن المالتوز انه اللاكتوز متكون من جزيئة، من جزيئة جلوكوز وجزيئة غالكتوز. تمام، جلوكوز وغالكتوز. شلون عرفنا هذا جلوكوز؟ هذا مثل ما قلنا يمنى، هذا يمنى يسرى، يمنى يمنى، هذا جلوكوز. زين هذا شلون عرفنا غالكتوز؟ نجي على هاي الجزيئات مالته، نقول انه هذه اللي جوا معناها يمنى. تمام، هذه اللي فوق معناها يسرى، هذه اللي فوق معناها يسرى، وهذه اللي فوق هاي تدل على قبل الاخيره معناها يمنى، هذا الذيل. تمام، فصار الترتيب مالته يمنى يسرى يسرى يمنى. شنو هي الجزيئه اللي ترتيبها يمنى يسرى يسرى يمنى؟ هي الجالكتوز. تمام، فهاي جزيئه جالكتوز، جزيئه جالكتوز بجزيئه جلوكوز سويه راح ينطينا اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر ثنائي، سكر ثنائي. تمام، سكر اللبن يسموه سكر ثنائي. هذا السكر الثنائي الرقم الآسرة أيضا من 1 إلى 4، نفس اللي قبلها، نفس الفكرة بالضبط، إنه الرقم الآسرة من 1 إلى 4، والذرة اللي موجودة بالآسرة O، فراح يصير 4 O. تمام، ياها اللي راح تأخذ الاسم كامل، اللي راح ينزلها ينزل اسمها كامل اللي هي هذه. ليش هذه؟ لأنه بها الO الأنوميرك هيدروكسيل هذه حرة، فراح تنزل هي اسمها كامل. زين هاي شنو اسمها؟ هذه بما إنه هذه اللي فوق، اذا شو راح يصير؟ دي. بما انه هذه الاو اتش اتجاهها لي جوا، اذا الفا، اذا راح يصير الفا دي. وشنو نوع هذا السكر؟ جلوكوز، سكر سداسي، راح نضيف له بايرانوز، فراح يصير الفا دي جلوكو بايرانوز، فراح ينزل اسمه كامل هنا الفا دي جلوكو بايرانوز. تمام، الفا دي جلوكو بايرانوز. هذا نفس الطريقه، هذا شنو اسمه؟ هذا نجي نشوف هاي اللي فوق، اذا هو دي. نجي نشوف هاي الاو اتش كانت لي فوق، اذا بيتا، اذا هو بيتا دي. شنو نوع السكر؟ مثل ما قلنا غالكتوز، حسب هاي الاو اتش اتجاه هذه الاو اتش، هذا قلنا عنه غالكتوز. تمام، فراح يكون هذا
بيتا دي جالكتو لأنه لأنه شكل سداسي راح نضيف له بايرانوز فيصير بيتا دي جالكتو بايرانوز، ولأنه هذا هذه الجزيئة هي اللي ارتبطت بها الآسرة من الأنوميريك كاربون مالتها، فراح تكون بيتا دي جالكتو بايرانوزايل. جالكتو بايرانوزايل نضيف المقطع واي ال لها، تمام، وأربعة أو لأنه هاي الرقم الآسرة على أربعة ونوع الذرة أو، تمام. هذه بالنسبة للريديوسنج، الريديوسنج السكريات الثنائية المختزلة، أخذنا المالتوز وعرفنا شنو مختزلة، إنه بيها وحدة من هذه حرة لأنه مر الكربون حرة. زين، هاي المالتوز اثنين سكر واحد ألفا واحد بيتا ورقم الآسرة واحد أربعة، أيزومالتوز اثنين هنجلوكوز رقم الآسرة واحد وستة، تمام. سيليلوبايوز اثنين هن جلوكوز ورقم الآسرة واحد وأربعة، والجزيئات اثنين هن بيتا وهنا بالأيزومالتوز اثنين هن ألفا. زين، اللاكتوز اللاكتوز هنا جزيئة غالكتوز وجزيئة جلوكوز، الفوق أخذناها كلنا اثنين هن جلوكوز، هنا واحدة جلوكوز واحدة غالكتوز. الغالكتوز هنا راح تكون بيتا والجلوكوز ألفا، تمام. هذا نسميه لاكتوز، هذا اللاكتوز وإلى هذا الاسم ألفا لاكتوز، أيضا هذا الاسم الشائع مالته، يعني ممكن نحفظها الاثنين، تمام. هاي المهمة بها، أهم شيء عندنا رقم الآسرة، الاسم طبعا هو أهم شيء، رقم الآسرة وال يعني رقم الآسرة إنه من واحد إلى أربعة، ونوع الذرة نوع الجزيئات السكر البي، هذه غالكتوز بجلوكوز، هذاك جلوكوز بجلوكوز وهكذا، ونوعها ألفا وبيتا، تمام. هاي بالنسبة للسكريات الثنائية الريديوسنج. هسه نجي على النان ريديوسنج. النان ريديوسنج مثل ما قلنا هي السكريات، هي السكريات اللي ما بيها أنوميريك هيدروكسيل حرة. مثال عليها السكروز، مثال عليها السكروز. السكروز هو سكر الطعام اللي نستخدمه، هو سكر ثنائي متكون من جزيئة فركتوز وجزيئة جلوكوز، تمام. أيضا لازم نعرف أنه مكون من جزيئة فركتوز وجزيئة جلوكوز. زين، الفركتوز والجلوكوز من نجي ندور على OH أنوميريك كربون ما راح نلقى بيها، راح نلقى أنه الفركتوز مرتبطة بالآسرة بالأنوميريك كربون، الأنوميريك هيدروكسيل العفو، والفركتوز أيضا مرتبطة من الأنوميريك هيدروكسيل، وراح يصير رقم الآسرة شنو بما أنه اثنين مرتبطة من الأنوميريك هيدروكسيل جروب، فراح يصير شنو، راح يصير رقم الآسرة واحد اثنين. هنا ليش ما قلنا واحد واحد؟ لأنه بالفركتوز أكو هاي الذرة كربون طالعة برا، تمام، فهذه هي اللي راح تأخذ رقم واحد، فهذه هي اللي راح تأخذ رقم واحد، وهنا رقم اثنين، وهنا رقم ثلاثة، وهنا رقم أربعة، وهنا رقم خمسة، وهنا رقم ستة، تمام. فهذه هي اللي أخذت رقم واحد، والفوقها رقم اثنين، فراح يصير رقم الآسرة واحد اثنين، تمام. الآسرة اللي بين اللي يعني اللي بالسكروز واحد اثنين اللي هي هذا، تمام، واحد اثنين، اثنين بيتا يعني هي من اثنين بيتا إلى واحد ألفا، تمام، جاي من الفركتوز إلى الجلوكوز، من اثنين بيتا إلى واحد ألفا. اسمه راح يكون شنو هذا؟ راح نعتبر هنا جزيئة الجلوكوز هي الأساس، تمام، نعتبر جزيئة الجلوكوز هي الأساس، فراح ينزل اسمها كامل مثل ما هو، اللي هو هنا شنو؟ ألفا دي جلوكو بايرانوز، تمام، فنزل ألفا دي جلوكو بايرانوز، وننزل إنه الفركتوز راح تأخذ مقطع الواي إل، فراح نقول عنه هو بيتا ودي، إذا راح نقول عنه بيتا دي فركتو فيورانوزايل. ليش فيورانوز؟ لأنه خماسي، الفوق بايرانوز هذا جو فيورانوز لأنه خماسي، تمام، فراح يكون بيتا دي فركتو فيورانوزايل، الواي إل ضفناها حتى نميز إنه هذه جزيئة ارتبطت بدأت من يمها. زين، هذا كله ككل قلنا يسموه السكروز، تمام، هذا ككل يسموه السكروز، السكر ثنائي اللي هو مستخدم يعني سكر الطعام اللي نستخدمه، تمام، عرفنا. هنا مكتبنا مكتبنا الأو، يعني مكتبنا هنا انه قدامها أو، لأنه السكروز هو ما يجي بس الأو مرتبط به، تمام، فهذا السكروز يعني يعني نقدر نعتبره هذا اسم خاص، ما يجي هنا بالسكروز، ما يجي لا إن ولا إس، يجي بس أو، تمام، يعني ما يجي غير شكل.
فما يحتاج نكتبه اصلا لانه ثابت، راح يبقى ثابت ما يتغير. فراح نكتبه هنا، نكتب بس هذا الاسم اللي تقريبا راح يصير له، يعني هذا اسم خاص راح يصير اسمه بيتا دي فركتوفيورانوزايل والفا دي جلوكوبيرانوز. تمام، هذا بالنسبه للسكروز. عرفنا انه السكروز سكر ثنائي، هذا السكر الوحيد الغير اللي يكون يعني نون ريديوسينج بالنسبه للي مطالبين به. احنا هي بعد اكو سكريات بس احنا مو مطالبين بها. تمام، وضحت شلون هسه الريديوسينج والنون ريديوسينج. الريديوسينج عندنا عليها اربع امثله، والنون ريديوسينج بس هذا السكروز. قلنا انه النون ريديوسينج اللي ما بها هيدروكسيد كربون انوميريك كربون هيدروكسيد، ما بها انوميريك هيدروكسيل حره. تمام، فد معلومه يعني عن السكروز والمالتوز. احنا ما اخذنا هنا المالتوز. المالتوز يتكون من جزيئتين جلوكوز، والسكروز يتكون من جزيئه جلوكوز وجزيئه فركتوز. الجلوكوز يعني بصوره عامه حالاته اقل من الفركتوز. تمام، الجلوكوز حالاته اقل من الفركتوز، الفركتوز اكثر منه بثلاث اضعاف. فمن يجينا سكروز ومالتوز، اثنينهن سكريات ثنائيه، بس المالتوز جزيئتين جلوكوز والسكروز جزيئه فركتوز وجزيئه جلوكوز. فراح يكون السكروز حالاته اكثر بضعف من المالتوز. تمام، حالاته اكثر بضعف من المالتوز، ولذلك هسه هذا المالتوز يسموه سكر الشعير. يعني لذلك هسه اللي يبي سكر، اللي عنده سكر ياكل هذا يسموه خبز شعير. مرات اذا سامعين بيه خبز شعير، معناه هو هذا الخبز اللي يبي سكر الشعير اللي حالاته اقل بنصف، يعني اقل بمره من السكروز، ولذلك يعني ياخذ سكر شعير. تمام، هذا بالنسبه للريديوسينج والنون ريديوسينج، اعتقد وضحت. نجي على الاوليغوساكرايد. الاوليغوساكرايد، الاوليغوساكرايد هذا طبعا هذا الجدول احنا ماخذيه ونعرف شنو هو. شنو هو الجدول هذا؟ هذا هنا ده يقول ان الدايساكرايد عدد جزيئات السكر المرتبطه به 2. دايساكرايد معناها هاي 2، مثل ما قلنا هسه هذا مثلا دايساكرايد، هاي وحده وهاي وحده، اذا 2. تمام، هاي وحده وهاي وحده، اذا هي 2. هذا الدايساكرايد 2. المثال امثله عليها المالتوز واللاكتوز والسكروز، ثلاثه اخذناها هسه قبل شوي، مالتوز لاكتوز وسكروز. تمام، المالتوز مثل ما قلنا هنا هسه هذا المالتوز جزيئتين جلوكوز، اللاكتوز جزيئه جلوكوز وجزيئه جالكتوز، السكروز جزيئه جلوكوز وجزيئه فركتوز. تمام، هذا بالنسبه للمالتوز. الترايساكرايد طبعا هاي مو مطالبين بها احنا، التراي والتترا والبنتا، احنا اللي يهمنا بس هاي الدايساكرايد واللي اخذناها كامثله. بس هو ده يقول لنا انه هنا مثلا الترايساكرايد يعني عدد السكريات المرتبطه 3. مثال عليها هو الرافينوز اللي متكون من جزيئه جلوكوز وجزيئه جالكتوز وجزيئه فركتوز. تمام، جلوكوز وجالكتوز وفركتوز. وهاي الامثله البقيه ايضا تترا سكرايد وبنتا سكرايد والامثله عليها، ما مطالبينها بس بالاولى. فهو هذا الدايساكرايد والامثله عليها. تمام، والاوليغو هي هذه الاوليغو، معناها انه الحد العشرة، الحد العشرة مثلا سكر متكون من 10 جزيئات، هذا نقدر نقول عنه اوليغو. من يعبر العشرة 11 وفوق هذا راح نقول عنه بولي سكرايد، واللي هو هسه هنا راح ناخذه البولي سكرايد. شنو هو البولي سكرايد؟ مثل ما قلنا انه شوفون هسه هاي الجزيئات، هذه الجزيئات عبارة عن سلسلة طويلة من الجزيئات أكثر من 10 جزيئات. تمام، أكثر من 10 جزيئات، هذه الأكثر من 10 جزيئات نطلق عليها يعني من 11 فوق نطلق عليها الاسم البولي سكرايد. بولي سكرايد، البولي سكرايد بها صنفين مثل ما صنفناها توي قبل شوية تتذكرون بالسلايدات، راحت نرجع عليها هنا. هذه البولي سكرايد مصنفنا هومو بولي سكرايد وهيترو بولي سكرايد، هنا راح تنعاد علينا هذه هومو بولي سكرايد وهيترو بولي سكرايد. شنو هي الهومو بولي سكرايد؟ قلنا الهومو بولي سكرايد هي السكريات المتعدده مثل هذه، سكر متعدد متكون من نفس الجزيئات كلهن جلوكوز، كلهن هسه تشوفون هاي كلها صفراء يعني كلها نفس النوع، هذه الهومو بولي سكرايد. الهيترو بولي سكرايد تشوفون مثلا هسه هذه او هذه بالازرق نوع. تمام، وبالوردي هذه بالوردي نوع، عفوا
وهذه نوع، تمام؟ وبالأخضر نوع. فهنا متكونة من ثلاث أنواع، ثلاث أنواع. هاي هنا شنو راح نسميها؟ هنا راح نسميها هيترو بولي سكرات، سكريات متعددة يعني، بس مختل يعني مختلفة بنوع السكر، بس كلها سكر يعني. انتبه إنه هذه كلها سكر، لذلك تندرج تحت اسم الهولو جلايكوسايد، تمام؟ تبقى على الهولو جلايكوسايد. زين، مثل ما قلنا هسه إنه البولي سكرات تنقسم إلى هومو بولي سكرات وهترو بولي سكرات، وعرفنا شو الفرق بين الهومو بولي سكرات والهترو بولي سكرايد. هنا منطينا انه شنو يعني البولي سكرايد، تختلف عن بعضها بشنو؟ ممكن تختلف بال عدد يعني عدد الوحدات، هذه عدد وحدات السكر. ممكن تختلف بالتفرع، ممكن يعني هاي وحدة تجينا مثلا كل 10 تتفرع، او بها كل 20 تتفرع، هكذا. ممكن تختلف يعني بطول السلسلة، ممكن تختلف يعني هي هاي مثل ما قلنا درجة التفرع، هاي degree of branching، درجة التفرع يعني ممكن وحدة كل 10 جزيئات ويطلع تفرع، كل 10 جزيئات يطلع تفرع، منها كل 20 جزيئة يطلع تفرع. هسا رح ناخذها يعني هاي فروقات، شنو الفرق بين البولي سكرايد نفسها. زين، نجي مثال على البولي سكرايد، هو الستارتش النشا. البولي سكرايد ناخذ عنه مثال الستارتش اللي هو النشا. شنو هو النشأ؟ النشأ يعني هو عبارة عن سكر متعدد، بولي سكرايد. contains two types of glucose polymer، تمام؟ يعني بنوعين، نوعين من الجلوكوز بوليمر، يكون أمايلوز أو أمايلوبكتين. أمايلوز يتكون من الأمايلوز والأمايلوبكتين، وإلى يعني إلى فد وزن جزيئي عالي، ممكن يوصل إلى 100 مليون، يعني فد توصل يعني أطول طول السلسلة كبير. فهو الستارتش بنوعين مثل ما قلنا، الأمايلوز والأمايلوبكتين. شنو الأمايلوز وشنو الأمايلوبكتين؟ الأمايلوز هو يعني هي عبارة عن سلسلة طويلة من النشأ، مو متفرعة. فرقم الآسرة، بما أنه هي سلسلة طويلة، رقم الآسرة دائما راح يكون 1 و4. يعني تخيلون هاي آسرة منها التكملة مالته، سلسلة العفو، منها التكملة مالته ومنها أيضا تكمل سلسلة، كلها مرتبطة من 1 و4. يعني تجي من هاي الجزء 1 إلى 4، تجي النوب 1 إلى 4، وتجي النوب 1 إلى 4، وتكون سلسلة جدا طويلة، هاي مو متفرعة. هاي شي يسموها الأمايلوز، تمام؟ الأمايلوبكتين هي الجزيء النشأ اللي يكون متفرع، سلسلة نشأ تكون متفرعة. يعني مثلا هسا احنا نمشي مثلا هذه السلسلة نفسها، هنا يعني فت سلسلة طويلة، وصلنا لهاي الجزيئة، ومن هذا الجزيئة من هاي الكربون رقم 6 طلع تفرع مثلا. هنا من يطلع تفرع ويمشي ايضا بشكل سلسلة هذا التفرع، مثل هسا هذا الشيء موجود هنا. هنا يعني منا سلسلة طويلة ماشية من الجهتين، اجى اكو تفرع منها من رقم 6، صار اكو تفرع، وهذا التفرع ايضا يمشي بشكل سلسله، تمام؟ هاي النشأ المتفرع شنو نسميه؟ امايلوبكتين. امايلوبكتين رقم الاسره، انواع الاواصر البي. هنا هذه الامايلوبكتين اكو جزيئات مرتبطه من واحد الى أربعة، واكو جزيئات مرتبطه من 1 هذه تشوفوها الى 6 هذه، تمام؟ يعني هسه هاي شوف هذه هسه هاي الآسرة هنا من 1 إلى 4، مو صحيح؟ هاي الآسرة الثانية من 1 إلى 6، تمام؟ فبنوعين من الأواصر، 1 إلى 4 و1 إلى 6، ب1 إلى 4 و1 إلى 6. هذا يعني نكتب إنه لو إلى نوعين من الأواصر، من 1 إلى 4 ومن 1 إلى 6. هاي بالنسبة للأمايلوبكتين. ننتبه انه الأمايلوبكتين بقى شو نذكرنا هنا، انه يمشي يعني فد 24 جزيئة الى 30 جزيئة ويصير بيتفرع. يعني شنو؟ يعني مثلا نتخيل انه هاي اول جزيئة بدأت بها السلسلة، نمشي هاي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، نوصل الى رقم 24، من 24 الى 30 راح يصير تفرع.
ونمشي النوبة نفس العدد 24-30 ويصير تفرع، يصير تفرع نفس هذا أقصد يعني يصعد، ونمشي النوب 24-30 يصير النوب تفرع. هاي كل 24 جزئية يلا يتفرع، يعني أقل شيء كل 24 جزئية يلا يتفرع. هذا بالنسبة شنو للنشأ. نوع الأواصر البي بالنسبة للأمايلوز 1-4، بالنسبة للأمايلوبكتين 1-4 و1-6، تمام. هذا بالنسبة للنشأ. نجي على سكر متعدد ثاني بوليساكرايد، هو الجلايكوجين. جلايكوجين هذا الجلايكوجين هو عبارة أيضا عن سكر متعدد سلسلة طويلة أيضا نفس النشأ، يعني تقريبا نفس النشأ. الفرق الوحيد شنو الفرق البي، إنه يعني هو أصلا حتى نفس الأواصر، يعني هسه نفس النشأ الأمايلوبكتين أقصد أيضا هو متفرع. هنا الرقم الأواصر من 1-4، نوع الأواصر من 1-4، وأكو أواصر أيضا من 1-6. بس إحنا مثل ما ذكرنا هنا الأمايلوبكتين يمشي كل 24 جزء أقل شيء كل 24 جزء يلا يتفرع، مو صحيح؟ هنا يمشي كل 8-12 جزء يطلع منه تفرع، يعني يمشي منه هذا مشى كم جزيئة وصل لي رقم 12 طلع منه تفرع، أو 10 مثلا طلع منه تفرع، ومشى النوب 10 جزيئات طلع منه تفرع، مشى النوب 10 جزيئات طلع منه تفرع، تمام. هذا الجلايكوجين، هذا فرق عن الأمايلوبكتين، النشأ الأمايلوبكتين. النشأ بأمايلوز وأمايلوبكتين، أمايلوز قلنا مو متفرع، الأمايلوبكتين اللي متفرع كل 24 جزيئة يلا يطلع منه تفرع، هنا كل 8 جزيئات الى 10-12 جزيئة يطلع منه تفرع، هذا فرقه، تمام. نوع الاواصر نفسها من 1-4 ومن 1-6 من 1-6 مثل هذه مثل هذه تماما، هاي من 1-4 وهذه من 1-6 انواع الاواصر. هاي بالنسبه لل جلايكوجين، شوفوا نفس هذا يعني نفسه بالضبط. زين بالنسبه للجلايكوجين، بالنسبه للبوليساكرايد الاخير اللي هو ديكسترانز. الديكسترانز هو شنو؟ هو ايضا سكر متعدد، سكر متعدد ايضا بوليساكرايد. شنو يختلف عن الجلايكوجين والنشا؟ يختلف عن الجلايكوجين والنشا انه مثل ما قلنا انه هسه الجلايكوجين يتفرع الاواصر البي رقم 1-4 ورقم 1-6، يعني ما نلقى انه الجلايكوجين مرتبط من 1-3 مثلا، يعني هاي الاواصره تنوضح اكثر. عفوا حتى نوضح اكثر انه هاي الاسره مثلا، هاي الاسره هسه هاي الاسره اللي جايه هنا من 1-6، تمام. يعني ما نلقى هاي الاسره جايه منها مثلا ومرتبطه برقم 3 منها، صارت هوسه. يعني ما نلقى انه هاي الاسر مثلا جاية من 1 ومرتبطة مثلا بهاي 3، تمام. ما نلقاها لا بالجلايكوجين ولا بالنشأ، تمام، لا بالستارج ولا بالجلايكوجين. دائما الارتباطات، ارتباط التفرع تحديدا، يعني ارتباط التفرع من 1-6، من ذرة رقم 1-6 اللي هي هاي، تشوفوها هذه رقم 1 وهذه رقم 6، تمام. هنا دائما تكون تفرعات. فرق الديكسترانز عنهم انه هو ممكن يجي تفرع من 1-3 ايضا، من 1-2 ايضا، من 1-4. يعني شنو؟ يعني مثلا هسه عندنا سلسله طويله، مثلا هسه هذا من هذا وين، هسه لو نريد نجي نشوف هاي الارقام مالتها، هذه رقم الاسر ايش كثر، هاي ذرة الكربون رقم 1، مو صحيح، مرتبطة بذرة الكربون رقم 6، إذا هذا 1-6. زين هذا نوع. بعد مثلا لو نريد نجي على هاي الآسرة وين، مثلا هاي اللي بين هاي وهاي، مثلا هسه هاي رقم 1، مو صحيح، وين مرتبطة هاي رقم 1؟ مرتبطة هنا برقم 3، تمام. فصارت هذه الآسرة هيك، هذه صارت رقم الآسرة 1-3، هاي 1-3 ما موجودة أصلا هناك، تمام. هذا الفرق بيناتهم، يعني أنه بيها مرتبطة 1-3، بيها 1-2 تجي مرات بيها، بالإضافة يعني إلى 1-6 طبعا، و1-4، 1-3 بيها 1-2 و1-6 و1-4، هاي يعني متفرعة بشكل كبير متشعبة جدا، تمام. هذه هي البوليساكرايد، ما بيها في شيء إن شاء الله، صعب.